مواجهات الاهلي والزمالك. احنا عارفين الاهلي والزمالك مباراه بكره هي القمه رقم 121، مباريات كتير جدا اتلعبت ما بين الاهلي والزمالك، لكن انا عايز اتكلم معاكم في بعض الارقام والاحصائيات اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الفرقتين، وعايز احيي زميلنا في الاعداد على الارقام دي لان هي مميزه في الحقيقه. 120 مباراه اهلي وزمالك لعبوها مع بعض، الاهلي فاز في 45 مباراه في المقابل الزمالك فاز في 27 مباراه، التعادل كان حاضر بين الفرقتين في 48 مباراه، عدد الاهداف الاهلي احرز 149 هدف، باذن الله بكره نشوف ال 150 وال 51 52 باذن الله تعالى يعني، المهم الاهلي يكسب طبعا في هذه المباراه. في المقابل الزمالك احرز 103 هدف في شباك النادي الاهلي، اكبر فوز طبعا في تاريخ المباريات وبالنسبه لكل نادي، احنا عارفين اكبر فوز بالنسبه للنادي الاهلي النتيجه التاريخيه نتيجه 6-1، في المقابل نادي الزمالك اكبر فوز بالنسبه له على الاهلي كان بنتيجه 3-1. طيب فوز رايح جاي، مين حقق عدد انتصارات او حقق الفوز في ذهاب واياب الدوري وكم موسم؟ الاهلي حقق 6 مواسم فوز رايح جاي، في مقابل الزمالك موسمين بس قدر ان هو يفوز في مباراتين الدور الاول والدور الثاني. شباك نظيفه، النادي الاهلي خرج من مباريات القمه في 53 مباراه بشباك نظيفه، في المقابل الزمالك خرج ب 34 مباراه بشباك نظيفه. اطول سلسله لا هزيمه 16 مباراة للنادي الأهلي كانوا بشكل متتالي لم يتعرض فيهم لأي هزيمة من نادي الزمالك، في المقابل كان 9 مباريات لنادي الزمالك لم يتعرض فيهم لأي هزيمة من نادي الأهلي. يا محمد،